إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طيبا مباركا ملء السماوات والأرض حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات والأرض اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره لك الحمد يا ربنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا فالحمد لله أولا وأخيرا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولد عدنان وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد زخبركم أحوات كمون زخبركم أحد كلكم سمعتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبزح له سمن حديث مبل عسران تشعة وسيدنا نيرنا كاب أحاديث الأربعين النووية حديث مبل سلاسة دما إذا حديث زي حديث ضعيف سلزخونة كسوغرينا إذا حديث زي مبل سلاسة عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها إذا حديث زي الشيخ الألباني إذا حديث زي حديث ضعيف إيو إلهم سلا تزاربلو حديث ضعيف سلا زخوانا دماني نحن نزح حديث زي إن شاء الله أبو خلنا أنت سقرنا حيش قل قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.